مرحبا، كيفكن عائلتي الحلوة؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكن، اشتقت لكم كتير كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح يكون روتيني الصباحي، إن شاء الله تحبوا الفيديو وتستمتعوا معي. يعني هيك الفيديو رح يكون شوي بسيط، تابعوني للنهاية وحطوا لي لايكات كتيرة على الفيديو، وأهم من اللايكات هو تعليقاتكن الحلوة. اليوم حبيت اني اغير وابدأ الفيديو معكم من هالشوارع الحلوة كتير كتير، هي الشوارع يلي بحلب القديمة. عن جد انا كتير بحب اني امشي بهيك شوارع، بحس بشعور كتير غريب هيك. يعني هي الشعور بتعطيكم دفى، بتعطيكم شعور انه يا الله شقد في ناس عاشوا هون، شقد صار قصص وحكاية، شقد صار في فرح وفي ظلم، في حزن وفي بنفس الوقت ناس كانت عايشة أحلى أيام حياتها. سبحان الله وسبحان مغير الأحوال. وأنا عم بمشي بهدول الشوارع دائما هيك بطلع على البواب على الشبابيك، إنه ورا كل بيت، ورا كل باب، ورا كل شباك في قصة، في حكاية. هيك يعني بقعد هيك بتذكر بتخيل شقد في ناس مشيوا هون، شقد صار قصص وحكاية. ما بعرف، أنا كتير بحب هيك يعني إنه أمشي أو إنه أكون قاعدة بسيارة وعم بمشي وبطلع هيك على هالبواب وهالشبابيك وبتأمل إنه هالدنيا كيف ماشية. سبحان الله سبحان الخالق. شوفوا، مع انه البواب كتير بسيطة، البيوت بسيطة، والشوارع المكان كله بسيط، بس عن جد هذا المكان انا بالنسبة لي كتير حلو. يعني هيك بحسه انه احلى من كل البيوت الفخمة وكل العمارات الحديثة. سبحان الله، مع انه هلا شوفوا يعني الحارات شبه فاضية، لانه يعني تقريبا نسبة كتير عالية من الناس كلها مسافرة، كلها مهاجرة، بقيان نسبة كتير قليلة، فالله يحميهم ويكون معهم. يعني عم نسمع انه غلا مو طبيعي، في كتير شغلات مفقودة وشتوية صعبة، والناس كيف بدها تعيش ما بعرف. فالله يحميهم ويصبرهم ويجعل ان شاء الله يا رب الفرج قريب عليهم كتير كتير. يعني عن جد لما عم نسمع شو عم بيصير قلبنا من جوا عم يتقطع، فالله يكون معهم ويحميهم احسن شي، وان شاء الله عن قريب يا رب هيك انه بتخلص هالمحنة وبتخلص هيك هالابتلاء الكتير كبير ومنرتاح شوي. يعني لانه عن جد صار فترة كتير طويلة هالناس عم تتعذب، الله يكون معهم. واكيد يعني طبعا كل شي بيصير معنا بيكون يعني تخفيف من عذاب او انه عم يروحوا سيئاتنا، والحمد لله. على كل حال الواحد دائما لازم يصبر ويحمد ربه. خلينا نبلش مع بعض روتين اليوم. اول شي طبعا فقت، كان في عندي غسيلات كتيرة والشمس كانت طلعانة، فقلت لحالي يا بنت قومي خلصي من هالغسيلات احسن ما يضلوا هيك قاعدات بوشك. فغسلت الغسيلات الحمد لله، نشرتهم، أمنت عليهم، واخدت هيك شوية استراحة يعني، وقعدت شربت كوب نسكافيه، صحصحت شوي ودفيت عليه كمان، وبعد هيك دخلت على المطبخ بدي احضر لعائلتي فطور. فطور يعني هيك على السريع، حطيت شوية حواضر، وبنصحكم بهي المربى، هي مربى الكرز كتير طيبة صبايا. يعني عن جد أنا أول مرة باكل مربى الكرز بحبه بهي الطريقة. يعني أنا بالعادة حتى يلي كانوا أهلي يطبخوه بالبيت ما كتير بحبه، بس ما بعرف ليش هالمرة كتير حبيته وبنصحكم فيه. انا عندي اساسي كتير كتير انه احط مربى على الفطور، يعني كتير منحبه، جنب الجبنة جنب الزبدة، فيعني ما بقدر بلاه ابدا. ومع الحواضر يلي رح احطهم على الفطور بدي اساوي معكم فكرة كتير طيبة للبطاطا. اول شي شو عملت، غسلت البطاطا وقشرتها وفرمتها مكعبات، وحطيت لها معلقة سمنة وحطيتها على النار وغطيتها على نار كتير خفيفة، يعني ما بتاخد معكم 10 دقايق ربع ساعة بتكون جاهزة. واذا كنتي عم تساويها بطواية انه تيفال او جرانيت بيكون احسن. ليش؟ لانه بتاخد معك طعم التشويح، بنفس الوقت كمان هي بتكون عم تستوي وعم تدوب دوبين، عن جد بتاخذوا طعمه مو طبيعيه، اطيب من انكم مثلا تكونوا سالقين البطاطا وبعد هيك عم تضيفوا لها هدول المكونات. وهي البطاطا على النار على مهله عم تصير، انا هون جهزت الفطور. شوفوا انا شو بعمل، بجهز الحواضر كلهم وبحطهم على جنب، وبجلي الجليات يلي بيطلعوا كلهم، والمطربانات يلي بكون عم بفضي منهم يلي مثلا بيفضى مباشره بدي اكبه بكبه، بدي اليفه بليفه. شو في حوالي شغلات كلها برتبها منشان بعد الفطور ما ادخل على المطبخ الاقي انه المطبخ قايم قيمته. لا ما بحب هيك، لانه بتعرفوا يعني بعد ما الواحد ياكل هيك بيحب انه شوي يقعد شوي يسترخي. احيانا بيكون مثلا بدنا نفطر عنا روحة، او انه العيلة بالبيت الواحد بعد الفطور بده يشرب له كاسة شاي وهيك، فما بحب ابدا انه يكون المطبخ كتير مكركب.
هون صورت لكم الجبنة يلي بدي استخدمها، لانه في كتير صبايا دائما بيكتبوا لي بالتعليقات عنها انه شو هي الجبنة يلي انت استخدمتيها. هي الجبنة انا دائما بجيبها، وبجيب هذا الحجم كمان لانه بيكون كافي وزيادة كمان يعني على عائلتي. تقريبا هي حقها 35 ليرة جبنة أشقوان صبايا، ولا أطيب من هيك كتير بحبها، لأنه كمان ما لها ملحة كتير، فأنا ما بحب هيك يعني إنه تكون الجبنة طعمتها كتير ملحة. ماشي، أنا هون شو رح أعمل؟ رح أخذ نص المكعب، شو أعمل فيه؟ أفرمه منشان بدي أحطه مع البطاطا، والنص التاني رح أساوي شرائح منشان اللفات. نحن كتير منحب نلف دبس فليفلة، منحط عليه من هاي الجبنة ومنسخنه على الصوبة جنب كاسة الشاي، ولا أطيب من هيك. والبطاطا شو عملت؟ قلت لكم اول شي حطيت سمنه وزبده، وحطيت البطاطا بعد ما استوت راح احط عليها ملح وفليفله حمرا الرش، وراح احط لها الجبنه. بحركهم مع بعضهم كتير منيح، وتركتها هي والجبنه ياخذوا طعمه التشويح. وبعد هيك حطيتها بصحن، وشو صرت اعمل؟ صرت احط من دبس الفليفله وعليها هي البطاطا واسخن اللفات. عن جد طلعت طعمتها كتير طيبه، وحسيتها هيك كمان يعني وجبه كتير مشبعه ودسمه، فيكي يعني انه انت تساويها كفكره لعشاء او لفطور. والله انا بالنسبه لي بساويها غدا كمان يعني عادي، نحن عائله ما بتفرق معنا، المهم انه الواحد ياكل، ياكل شيء يشبعه. والحمد لله على كل حال. وخلصت الفطور الحمد لله، ورح نروح نفطر. هون هذا التصوير يعني كان بيوم، واليوم الثاني حبيت اني اكمل معكم. قلت لكم انا النهار يلي بيكونوا عائلتي فيه بالبيت يعني، او بيرجعوا على البيت عبكير، ما كتير يعني بصور شو بدي اعمل، والنهار صاير كتير قصير، فكملت معكم تاني يوم. هذا اليوم كان الجو كتير حلو يعني، هيك شمس وغيم، جو لطيف. اما بعده برد بوز مطر، إلا يومين عنا المطر ما وقفت أبدا، سبحان الله، الله يبعث الخير إلهي ربي. يعني هلا أنا قاعدة هيك تقريبا عنا الساعة 8 الصبح، من شوي مشيوا عائلتي راحوا الأولاد على المدرسة الله يحميهم يا رب، وقاعدة عم بصور يعني لحالي، خليني أخلص بقى بدي أمنتج الفيديو وأنزله إن شاء الله. فعنا الجو كتير هيك مطر، صوت المطر بجنن، فمحتارة والله شو بدي أقوم أعمل اليوم. فقلت لحالي يلا خليني أبلش هيك معكم بشوية أمل وتفاؤل، وأنا عم بحكي معكم بالفيديو بعد هيك ببلش بشغل بيتي. بالبرد كتير هيك بيصير في عنا كسل، فيعني ما فينا نتخطى هذا الكسل إلا بأنه نفيق. أول شيء قومي غسلي وشك، صلي، استغفري ربك،
واهم شغله شو تعمليها، رتبي مكان نومك، يعني التخت، شيلي الحرامات، لا تتركي مكان نومك هيك يعني انه فيني ارجع انام فيه. بس قمتي ورتبتي التخت، رتبتي بمكان نومك، صدقيني لحالك رح تبلشي ايدك تاخذ شغله ورا شغله، وبتلاقي حالك انه تنشطتي ان شاء الله. نحن دائما في عنا هذا المنظر، يعني أنا منشان هيك فكيت الرفوف من الصيفية وشلت من الطاولة والكراسي والشلال وشلت كل شيء، لأنه عن جد عن جد مليت دائما شحوار. فهي السنة قلت له لا والله يا أنا يا أنتي بدي أعل. قال شو بيقولوا يعني، خلاص الواحد بيتعلم من كيسه. السنة الماضية كل يوم عندي ساعة الصبح بدي أمسح هالرفوف وأشيل وأنفض هالشحوار، بعدين قلت لحالي طيب ليش معذبة حالي، خلاص بفضيها، عزلتها كلها فضيتها وخلاص، كل يومين ثلاثة كل يوم حسب المزاج، بس انه بشطف هالأرض وخلاص. لأنه يعني مثلا أنه الواحد بالأسبوع مرة يا أخي بينظف، أي أما كل يوم هدول المناظر، وأنا ما بحب أني أشوف يعني أنه الغراض كلها شحوار كلها تراب، حرام كمان يعني، والله ما في شيء عم يجي بالسهل يعني، كله هيك الشحوار بتحسه أنه بيخلي الشغلات تبجر بتعدم الشغلات. منشان هيك أنا هاي السنة يعني قبل ما يبلش أنه الناس تركب الصوبات ويبلش المطر وهيك، شلت كل شيء فضيتها للصيفية، قلت لها خلاص إن شاء الله يعني عالصيف إنه بس يخف شوي هالجو هذا، عود برجع برجع كل شيء، والله كله ليفته وحطيته عسقيفة، ريحت راسي إنه شو بعمل كل يوم، بس إنه بشطف هالأرض والله، وما بتنضف كمان بالشطف يعني، بتحسوا هيك الشحوار عم يجي زفر، فدائما بحط كلور أو معجونة خضرة ودواء غسيل وهيك وبليف الأراضي. واليوم كان في عندي تنظيف غرفة القعدة، فنفضت الصوبة وفضيتها وخلصت منها أول شيء، وبعد هيك كمان نظفت الغرفة. يعني تقريبا كل أسبوع يعني عائلتي بيعطلوا جمعة وسبت، فالغرفة كتير هيك يعني دائما قاعدين فيها والصبة ما بتطفى وهيك، فكتير بتتوسخ. شو بعمل أنا يوم الأحد بقوم، هن بيروحوا على دوامهم وأنا بقوم على تنظيف غرفة القعدة، بنطفى كلها يعني، كنست الحيطان كليتهم هيك بهي المكنسة، مسحت البواب والشبابيك ومسحت كل شيء بالغرفة، كنست السجادة، ليفت الصبة كلها حتى البواري، ليفت الأراضي كلها، تقريبا بقيت فيها أكثر من 3 ساعات. بس كيف يعني صارت ريحتها بتجنن. وبعد ما خلصت شغلت الصبة منشان تدفى الغرفة، لأنه كمان أنا شو بعمل بليف الحيطان هيك يعني إنه مكان التقابيج الأولاد وهيك، فكلها على الواطي كلها بليفها منشان تضل دائما نظيفة، لأنه إذا ما ضلينا إيدنا بالشغلة بعدين بنفقد السيطرة، وخاصة الزريقة صار في عندي خبرة فيها يعني، عرفتوا كيف، فدائما إيدي فيها منشان ما هيك تخنق وتصير ما حلوة. وبعد ما خلصت التنظيف والبيت كله صار نظيف وريحته بتجنن، ساويت هذا المشروب لأنه جسمي يعني كتير أخذ برد، منشان هيك صار لازم إنه أدفى، حطيت برتقانة وليمونة، وطبعا فيكم تحطوا له عسل أو سكر حسب ما بتحبوا يعني، فيكم كمان تشربوها مثل ما هي، بتكون لسه الفائدة أكتر يعني. فقلت لحالي أنا شو بعمل، بساوي هذا البراد لملاته وبتركه منقوعات يعني، بحطه على الصوبة كل شوي إنه الواحد كل ما بده يعني بيصب وبيشرب، كل ما انتقع أكتر كل ما بتاخدي نكهة أطيب. وبلشت هالمطر كبس، فقلت لحالي شو بدي أعمل أكل يا بنت، يلا بساوي مقلي بطاطا، وهون كنت يعني بدي أقلي برا ماشي، بعد هيك صارت تنزل المطر فدخلت قليت بالصيفية، لأنه الصيفية نصها مسقوف يعني. سبحان الله يا صبايا، قلنا يومين المطر ما وقفت، الله يبعث الخير إلهي رب. هلا رح اروح اساوي كوب كابتشينو ونقعد هيك على صوت المطر نحكي شوي. هاي الكابتشينو كتير كتير طيب عن يعني جد بنصحكم فيها، بيجي معه كمان هيك ظرف شوكولا مشان تحطوه على الوش، وهي البسكويتة كمان ياي عن جد لازم تجربوها، كتير كتير كمان طيبة. عم بيحق ابني جاب لي اياها، قلت له لك وين من زمان يا ماما، روح جيب لي كمية، روح كتير حبيتها.
المطر مع ريحة القهوة والشوكولا عن جد ريحة كتير حلوة. الله يديمها النعمة علينا والله هيك يرحمنا برحمته. أنا دائما بس كان هيك الجو برد ومطر بتذكر الناس يلي بيكون ما عندهم بيوت أو ما عندهم تدفئة وكتير كتير بزعل صدقا يا صبايا. يمكن هذا الفيديو له مصور أسبوع، كل ما بجي بدي أمنتجه على قد ما أنه هيك يعني تعبانة نفسيتي ومتضايقة بقول لحالي يلا هلا بعدين بنكمل. امبارحة حكيت أول دقيقتين يعني فيه وبعدين رحت حذفت كل شيء وطلعت منه. اليوم قلت خلص لازم أنزل يعني، وهيك كلياتنا ندعي لهم أنه رب العالمين يكون معهم. امبارحة كنت عم بحكي مع ماما فقالت لي أنه الناس بحلب يعني عدت لي أنه ناس منعرفهم ناس ما منعرفهم، ناس عنا بالحارة قليلين يلي قدرانين أنه يركبوا صوبة، قليلين يلي في عندهم تدفئة بالبيت يعني. قالت لي هيك بينعدوا على الأصابع. قالت لي والكهرباء ما عم تجي، وضع كتير صعب يعني، وهلا حاليا لا في لا غاز ولا مازوت ولا بنزين ولا اي شيء يعني. هيك مع الشتاء، هو الشتاء بشكل عام يعني بيكون صعب وتقيل والشغل بيخف وما بعرف كيف، وجد هالأزمة هي كمان. فعن جد رب العالمين يكون معهم ويصبرون. قد هيك يعني تضايقت، قلت انه شوفوا كيف كنا وكيف صرنا. والله يعني ما كنا صحيح، هو في فقر دائما في فقر يعني، في ناس محتاجة من زمان قبل حتى ما نحن نجي على هالدنيا، بس انه كان نسبة قليلة، ما كان كل هالشي يعني، ما كان كل هالوجع الكبير. فالله يكون معهم ويرحمهم. والله طول اليوم عم بدعي لهم، قد امبارح هيك بكيت ودعيت لرب العالمين، هلا الصبح انا عم بحوس وبشتغل قد بكيت هيك عم تجيني الخنقه وببكي على اهل بلدي على ما صار فيهم. الله هيك يكون معهم ويرحمنا برحمته، والله ما بيطلع بالايد شيء. والله يا صبايا شو بدي اقول لكم، ما بعرف يعني، هيك حبيت بس انه شوي نقعد وندردش مع بعضنا ونفضفض. دائما هيك يعني لما بتكونوا انتوا عايشين بنعمه او عندكم شيء هيك وانتوا عم تستمتعوا فيه ادعوا ان شاء الله، ان شاء الله بهي اللحظه بيكون الدعاء مقبول، لانه بيكون انتوا قلبكم عم بيحس بحدا غيركم. في ناس عم تحسوا هيك انه ما بيحسوا بغيرهم، بيستمتعوا بحياتهم وبيعيشوا ما بيفكروا بغيرهم، فلا فكروا دائما بغيركم وادعوا لهم انه رب العالمين يفرج عليهم وعلينا جميعا ان شاء الله، والله يحميكم جميعا. في صبية كتبت لي بتعليقات والله يمكن من فترة كتير طويلة ها، انه هي في عندها مشكلة، مع انه والله يا صبايا للأمانة انا ما عاد حبيت احكي كتير هيك قصص بالفيديوهات، لانه ما حسيت انه الناس حبوا، عرفتوا كيف، حسيتهم انه حبوا يتفاعلوا مع شغلي اكتر يعني، انه ضمن روتين وطبخوا حلويات وهيك. بس هذا الموضوع حسيته كتير مهم ولازم نحكي فيه. كيف صبية عم تقولي انه هي ملتزمة بتصلي وبتقرأ بالقرآن والحمد لله رب العالمين يعني ما عندها اي تقصير. قالت لي بس في عندي مشكلة، هاي المشكلة كتير عم تنقصني لدرجة انه بتخليني احيانا احس حالي انه انا يعني مقصرة كتير، عم بحس انه عباداتي عم تروح على الفاضي، صلاتي على الفاضي، حياتي كلها هيك انه ما فيها شيء يعني، عرفتوا، مكركبة، حياتها مكركبة. كيف هاي الصبية بتحكي يعني، قالت لي انا كتير هيك بتنمر على الناس، بتعيب على الناس يعني، انه هيك خلينا نقول هو المعنى الصحيح لهذا الكلام هو غيبة ونميمة، ورب العالمين كتير حذرنا من هذا الشيء. فرح اقول لك كلام كتير مختصر يعني عشان ما اطول عليكم. شوفي لاقول لك، هلا انت معترفه وحاسه بحالك انه انت في عندك غلط، فهذا الشيء كتير منيح على فكره، لانه في ناس بتلاقيهم عم بيغلطوا وما لهم معترفين ولا لهم حاسين ومستمرين كمان. فهي اول خطوه ايجابيه الحمد لله رب العالمين. دائما هيك في ملائكه حواليك عم بتذكرك انه لا ديري بالك يا اختي. هلا انا يعني ما كتير بحب هيك احكي مثل الشيوخ وادرس وما بعرف كيف، لانه ما بعرف بحكي بطريقتهم وصعب اوصل المعلومه، فانا بحكي بطريقتي. رح اقول لك شغله، هلا انت مثلا يجي حدا يقول لك انه شيلي ابنك حطيه بالنار، ماشي، انت رح تشيل ابنك تحطيه بالنار؟ شي لا، ليش؟ انه في عندك عقل عم بفكر اذا حطيت ابني بالنار رح ينحرق رح يتشوه رح يتالم، هذا ابني روحي قطعه من قلبي اكيد ما فيني انه اذيه، صح؟ طيب انت كيف رب العالمين قال لك انه الغيبه والنميمه فيهم عذاب بنار جهنم، فيهم رب العالمين رح يغضب علينا، رح يزعل مننا، يمكن يصير عنا تعسير بحياتنا، ابتلاءات، رح تكون حياتك مالا مرتاحة. ليكك انت هلا عم بتقولي انه انا بعد ما عم بتعب بالصلاة عم نقوم هلا بهالبرد منتوضى ومنصلي، نكون نايمين من فيق مشان نقوم نصلي، مثلا في كتير شغلات هي حرام منبعد عنا، ماشي، ايه، وبعد هيك بنجي بنحكي كلمة بنقوم نروح ثوابنا كلياته؟ لا، انا برأيي هو شوفي يعني، هو بالله شعور بتلاقي احيانا انه الحديث بياخذك. فاول خطوه رح تعمليها انه الناس اللي بيحيجوكي او بيخلوكي انك تحكي وحاولي انك تبعدي عنهم قدر الامكان. ليش؟ لانه قربهم مو الجنه، ديري بالك
كتير كتير. رح أطلك رابط فيديو بأول تعليق مثبت، خلي عليه وسمعي وشوفي إيش قد عذاب كتير كبير عند رب العالمين للناس يلي بيحكوا إنه مثلا هاي طويلة وهاي قصيرة وهاي حلوة وهاي بشعة وهاي هيك قالت لك. حتى قال إذا كان العيب بالشخص نفسه، أنا شفت واحد أعمى فقالت هذا أعمى ما بيشوف، هذا حرام كمان إنه نحكي. فأنتوا شو بدكم بالناس؟ أنا والله العظيم يعني صايرة عم بحاول قدر الإمكان بحديثي مع أي حدا يكون كتير كتير ما له علاقة بحدا، بنفسي وبس. يعني شو بدنا بالناس؟ هاي نظيفة، هاي وسخة، هاي طويلة، هاي قصيرة، هاي حلوة، هاي بشعة. رب العالمين هو يلي خلق البشر، فنسبة كتير عالية. لأنه ليش هذا الشيء حرام رب العالمين حرمه؟ لأنه نسبة كتير عالية من الكلام يلي نحن بنكون عم نقوله بيكون هو خارج عن سيطرة الشخص. يعني مثلا أنا بجي بقولكم شفتوا فلانة لك ما بتعرف تشتغل قد هيك، قلبها بارد ومسنتلة وشغل حر ولوس. طب هي مو بإيدها، هي هيك هيك طبيعتها. كيف مثلا أنا بحب أشتغل بسرعة، فلانة بتحب تشتغل بهدوء، فلانة بتحكي بسرعة، فلانة بتحكي على مهلة. في حدا ناس يعني طبقة صوتهم عالية، في ناس طبقة صوتهم كتير هيك يعني ناعمة، في ناس بيحكوا هيك يعني كلامهم بتحسوه مفهوم، في ناس في انه رب العالمين هيك خلقهم. فكل شيء نحن بنكون عم نحكي هو خارج عن سيطرة الشخص. فلانة شوفوا فقيرة بيتها جربان وغراضة ما حلوات وما بتعرف تلبس، طب رب العالمين عطاها هاي طريقة التفكير وهيك رب العالمين رزقها، شو تعمل بحالة يعني؟ فانت لما بتكوني عم تحكي هذا الكلام فحاشا حاشا لله انت بتكوني عم تحكي على شي رب العالمين هو يلي ساوى. منشان هيك الغيبه والنميمه والحكي على العالم حرام كتير كبير. انا من اول ما فتحت القناه رح احكي لكم هاي القصه، يا ايش قد بيجوا بنات بيحكوا لي لك ليش هيك صوتك، لك ما بعرف كيف. في ناس كانت تحكي بطريقه منيحه، في ناس لا كانت تجرح كتير. طيب انا كل الناس قلت لهم كلمه وحده بس، اول شغله انا صوتي بالحقيقه مختلف، ثاني شغله ما انا يلي خلقت صوتي، ثالث شغله انا بحاول قدر الامكان وانا عم بسجل الفيديو انه صوتي يكون كلام جدي، كلام ما فيه غنج ما فيه دلع مشان ما يكون فيه اسم. انا لانه هذا بالنهايه يعني عم بنزل الفيديو ما بعرف مين عم يسمعه مين عم يشوفه، عرفتوا كيف؟ فانا في عندي اسبابي ماشي، ممكن تليفوني تسجيله مو منيح، يمكن انت لما سمعتي صوتي ما تقبلتي ماشي، يمكن انا اذا بسمع صوتك فهيك طبقة اذني ما تتقبله، يعني هذا الشيء كلياته موجود. فانا ليش حتى اجي احكي للشخص واقول له انه انت ما بعرف كيف، هاي حلوه هاي طويله هاي سمره هاي ياش قد سمنان هيش قد ضعفانه. والله العظيم كلام كلياته اعتراض على حكمه رب العالمين. حطي هذا الشيء ببالك وحاولي قدر الامكان، يعني هيك حطي شيء بتمك بحصة مثلا، حطي اي شيء مشان كل ما بدك تجي تحكي تتذكري. يعني عن جد الموضوع عند رب العالمين كتير كبير، منشان هيك رب العالمين كتير حذرنا منه. وبنفس الوقت يعني بتلاقوا كتير انه شيوخ بيحكوا عن الموضوع مشان هلا يعني احنا وصلنا لزمان ما عاد فيه جهل، ما عاد فيه انه انا والله ما بعرف ما سمعت ما لي خبر، لا هذا الزمان صرنا نعرف نشوف كل شيء نسمع كل شيء ونحن قاعدين ببيتنا. فمشان هيك انت الجئي لأنك تسمعي الروح بتخاف بتخشع لما بتسمعي، لما بتتقربي من رب العالمين اكثر بتحسي انه لا هذا الشيء غلط. في احلى من لذة انه رب العالمين يكون بحبنا يكون راضيان عننا، ليش حتى نحن نخلي رب العالمين يزعل مننا؟ مشان كلام مشان حكي عن الناس؟ ايش بدنا بالناس؟ ما نحن انا مثلا كلي عيوب وانت كلك عيوب، ما فينا حدا اساسا خالي من العيوب. رب العالمين ما خلق حدا كامل لا شخصيته ولا حتى حياته، ما في حدا كامل. الحياة والناس ما فيهم حدا كامل، كل حدا فينا في عنده قصص مشاكل هموم ابتلاءات كل شيء. وبنفس الوقت شغلة كتير مهمة خلوها تكون بشخصيتكم، انه مثلا انا لما بدي احكي مع الشخص شيء او بدي اعمل شيء لحدا لازم احطه على نفسي بالاول، كيف انا بتقبله بروح بعمله مع الشخص لحتى يكون يعني هيك اهون اهون علي وعلى غيري، ان كان كلام ان كان نصيحة ان كان اي شيء. فأنا على قد ما سمعت عن هذا الموضوع على قد ما شفت ناس بيحكوا بعد هيك صار فيهم أبشع أبشع من اللي كان عم يحكوا عليهم. يعني مثلا في وحدة كانت عم بتقول شو قدك سمنانة ومتغيرة وما بعرف كيف. فبعد مرور الزمن وسنين صبايا الله وكيلكم يعني شيء قدام عيوني صار، ما أنه عم بحكي لكم إياه، مر الزمان هي الإنسانة تغيرت كتير لدرجة أنه صارت أسمن من يلي عم تحكي عنه. وهديك مع الوقت حافظت على وزنها، كانت حامل ولدت عملت رياضة صار جسمها مثالي. فأوعكم تحكوا على حدا، أوعكم تتنمروا على حدا، إيش بدنا بالناس؟ والله العظيم يعني كلياته وجع راس. بالعكس عيشي حياتك واستمتعي فيها واستمتعي بلذة رضا رب العالمين عليكي
وانك تكوني عايشة بامان ومطمئنة انه انت ما بتعملي غلط بحياتك. هذا الشعور لا يقارن باي شعور تاني. انتو بس هيك اشتغلوا عليه ولما بتحسوا فيه شوفوا كيف رح تنسوا الدنيا باللي فيه. ايش بدنا بالناس؟ ما حدا رح ينزل بجورة حدا، ما حدا رح يتحاسب عن حدا، وما حدا رح يجي يشيل عنك سيئة وحدة او غطى وحدة بنار جهنم. فديروا بالكم من هذا الشيء. انا ما بعرف ليش يعني دائما بحبك اني اذكركم، لانه الموضوع كتير كبير والحياة عم تمشي. شوفوا سبحان الله، يعني ما بتلاقوا إلا هالعمر راكد. يعني لسه من فترة كنا على تحضيرات رمضان وقرب رمضان وما بعرف كيف، سبحان الله بقي لرمضان 100 يوم. يعني ما بتلاقوا والله إلا إجا رمضان على الطيبين. طبعا الله يجعلنا إن شاء الله هيك يجي علينا رمضان ونحن بخير وسعادة ورزق يا رب. فما يمستاهل الحياة، ولا في حدا بهالدنيا بيستاهل إنه أشيل من شانه سيئة وحدة وأزعل رب العالمين مني. بس هيك والله وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم. فيديو اليوم كان هيك يعني شوي خفيف ظريف، برد كتير وما في نشاطات كتيرة. انتظروني بكل جديد، ان شاء الله يكون حبيتوا الفيديو واستمتعتوا معي كمان. انا هلا شو بدي اعمل؟ بدي اقوم اخذ كوب هالكابتشينو واروح اقعد جنب الصوبة ومنتج الفيديو. ان شاء الله بينزل اليوم، ان شاء الله تضلوا بألف خير يا رب. ولا تنسوا تحطوا لي لايكات كتيرة على الفيديو، كتبوا لي تعليقاتكم الحلوة، وانا ان شاء الله ان شاء الله رح احاول انه اجاوب على كل اسئلتكم. ما بنسى حدا، انتو بقلبي وبتفكيري ودائما هيك بضل بالي معكم انه لا تأخرت عليهم، لازم احكي، لازم يعني هيك احسس الصبية انه انا مهتمة فيها. ان شاء الله ان شاء الله يكون كلامي فادك، يعني انتي وكل حدا بيسألني وبجاوبه. والشي الحلو كتير يا صبايا انه انا كل يوم بفتح الانستجرام عندي بلاقي رسائل على الخاص من صبايا عم يحكوا معي بهمومهم بمشاكلهم، بنقعد بنحكي بندردش. والحمد لله الحمد لله ألف حمد وشكر لله. الكل دائما بيقول لي انه ارتاح لكلامي وحس هيك براحة وانا ساعدته، فهي نعمة، نعمة من عند رب العالمين. وان شاء الله ان شاء الله رب العالمين بيحميكم وبيساعدكم جميعا، وان شاء الله تضلوا بألف خير يا رب بأمان الله.